ظاهرة عليك يا مستر زميكي، أحلى مسا عليك. حلوة الاستباحة بتاعت امبارح، أنا عيدها تاني، أنا عيدها تاني يا زميكي. خش يا فاشل اقعد، ده أنت جبت لي الضغط. ما الضغط حلو عشانك يا مستر، على الأقل لما تعمله هتربى عضلات بدل ما أنت معضم كده. مسا عليك يا زميكي تاني مرة. انت بتقول لي مين يا معظم؟ يا ده انت ما شفتنيش شي في فترة شبابي، ده انا كان عندي لياقة ما كانتش عند حد في البلد كله، وما زلت عندي اللياقة دي. يا عم روح اجري بقى، ده انت بق وجسمك بيلق زميك. ايه ده، في بنت هناك جوه، بره جوه هناك يا شيف. ايه ده، دي بنت جديدة معانا. بنت ما تيجي نصفر السفافير ونمزمر المزامير. العب خش اقعد في جنبي يا سافل، بدل ما اقول لابوك اخليه هو اللي يديك بالحزام على السرير. ما خلاص عبط صحاب اهو بيت بعد الدرس بقى. السلام عليكم. وعليكم السلام يا اخوي. ما بدري يا اخويا، ايه متاخر ليه ده كله؟ نص ساعه بحالها ليه؟ كنت فين؟ معلش والله يا مستر، بس عمتي اللي هي مرات خالي، انا بقول لها عمتي والله عشان ما سيبك انت من الكلام ده كله. المهم انا اقول لك، انا كنت غبلي صراحة صراحة، وانا طالع من البيت عطشت، فمعرفتش اشرب من الكولمان اللي ميته متفلترة ساعة، ولا اشرب من الزير اللي ميته ساعة برضه، بس هدي لأم عبير اللي قدامنا ثواب. فاحترت خد بالك، وفي الاخر افتكرت ان انا صايم، ان انا عقبال عندك بصوم اتنين وخميس طول السنة. يا ابني انت هتبتديها كده النهارده التلات. مش مهم سيبك انت، ما هو ده اصلا مش سبب تأخير. طب وبتحكيه ليه؟ ما تقول يا ابني على طول ايه اللي اخرك. حاضر يا مستر، ما انا جايلك في الكلام اهو. المهم وانا جاي من البيت بعد حوالي 40 متر، تسألني بقى دلوقتي وتقول لي عرفت منين النوم حوالي 40 متر؟ اقول لك ما انا ادبي وده اختصاصي. اختصاص ايه؟ انت ياد ادبي يعني بتاع فلسفة ومنطق وشوية كلام تافه كده. مش احسن منك يا دبلوم؟ ماشي يا اينشتاين، كمل يا اخوي. المهم يا مستر، بعد ما مشيت ال 40 متر دولت سمعت صوت صريخ عند البيت، اتخضيت قوي فرجعت جري، وكانت المفاجأة اول ما روحت عند البيت. يا ابني خف، انا مش ناقص وجع دماغ، هي مش قصة عنتر وليلى هي. قول يلا. والله العظيم انا قلت اللي عينك مدرس ظلمة، ما اسمهمش عنتر وليلى يا استاذ، اسمهم عنتر وسلمى، فهموا بقى. احنا اسفين، كمل يا بروفيسور. المهم لما رجعت عند البيت لقيت اللي بتصوت ام عبير اللي انا لسه حكي لك عليها من شويه، الزير بتاعها في حد سرقه، وعماله تعيط عيني على خيرها. فقمت واخدها على حضني كده، واخد بالك انت يا مستر، على حضني كده تمام، طبطبت عليها واخدت فلوس من معايا، ورحت جبت زير ليها جديد. وام عبير فرحت، والشارع فرح، وعبير ذات نفسها فرحت، والله خدت رقمها وفرحت. اه فرحت تمام. وبعدين قمت جاي على هنا. شوف يا واد، على قد اني ما كنتش بطيئك ولا بطيء امك اللي كل اسبوع عندي هنا بخصوص فلوس الشهر، وعماله تقول غاليه هما 300 جنيه لا راحوا ولا جم، بس والله دلوقتي بعد الموقف اللي انت عملته ده انا بقيت بحترمك، يعني بص احترام الدنيا والله. ها خلصت المسرحية؟ على فكرة يا أستاذ الواد ده كذاب وكان بيلعب كورة. اه يا ولاد الكلاب، والله العظيم ما هسيبكم الا لما مديكم انتوا الاتنين. ايه ده، استنى بس، ايه صيغة الجمع اللي انت بتتكلم بيها دي؟ ده انا لوحدي اللي كدبت. ما انا همدك انت والحيوان ده هوت اللي بقاله ساعة عمال يسمع في قصتك وده يحكي لي دلوقتي، والله ما هسيبكم انتوا. حلو حلو. يا مرحب، التافه وصل اهو، فين الكتاب يا ولد؟ كتاب اهو يا مستر، كتاب اهو، انا ما منساهوش خالص. ده مش الكتاب بتاعي، اطلع بره يا ولد. ايه مالك، فيك ايه يا؟ بس حضرتك فكرتني بابويا، ربنا يخلي ليا يا رب. ياه يا ولد، كل دي علشان بس تحضر الحصة بتاعتي؟ ابويا، ابويا كان دايما وانا داخل من الباب بلاقيه قاعد في الصالة زي حضرتك كده بالظبط، ويقول لي انت رايح فين؟ جاي منين؟
كنت فين؟ بس ما دلوقتي بقى مات. ها؟ لا بعد الشر عليه، بينام بدري. ادخل يا تافه يلا. حاضر يا مستر حاضر. ايه ده، في شكرت حد بيمسكنا ولا حاجة؟ ازيك يا مستر؟ الحمد لله يا معظم، ياللي مفكر لنفسك فورمة. يا مستر كلمة معظم دي بتعصبني. طب اديني دليل واحد يثبت انك فورمة. مش مصدق؟ ها؟ اوريك عضلة الترماي. ها بص، شايف عضلة الترماي يا مستر؟ شايف؟ اوريك انا لقيت بس ولا بلاش بس عشان الحسد وكده. شوف شوف عضلة التراي، شوف شوف التراي، شايف التراي يا مستر؟ خش يا دي اهبل، خش خش. على فكرة يا مستر ده استهزاء وعدم استعن، بس انا هعديلك المرة دي عشان انت في مقام ابويا. هدخل انا بقى، ولا اقول لك هوريك اخر حاجة العضلة الخلفية. بص كده. اف اطلع بره يا نعفي، والله ما انت حاضر. افتحوا الشبابيك يا ولاد الله يقرفك، اطلع بره يالا. انا اقول لك انت في ماما بابا بتقل مني كده، انا هطلع. انت مش بتطردني من الجنب، بس انا مستنيك بره. اما كسرت لكش العربيه وكسرتك انت شخصيا يا مدرس نص كلمه.